خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. يمكن من كام يوم انتشرت تصريحات للدكتورة كيت بنجم رئيس فريق عمل اللقاحات في بريطانيا، واللي قالت فيها أن الوباء قادم وأنه على بعد خطوة من العالم، وقالت أن الوباء ده ممكن يتسبب في قتل الملايين وعلينا الاستعداد من الآن لمواجهته. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية للشرق أوسطية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني حابين نعرف من حضرتك أكتر عن هذا الحديث وهذا التصريح. كلمنا عن توقعات رئيسة فريق عمل اللقاحات في بريطانيا عن الفيروس أو الوباء القادم. صباح الخير للجميع، صباح الخير سيدة زوما. هنا التوقعات للأسف في منها توقعات حقيقية وفي منها توقعات لها أهداف سياسية واقتصادية. هسا احنا كأطباء بنشوف التوقعات اللي حقيقية أو طبية. اليوم نتكلم عن نهاية الوباء من عدة أشهر، بس الفيروس يستمر بالانتشار. وصلنا أزيد من 600 متحور لأوميكرون في المدة الأخيرة، نتكلم عن متحورين بشكل كبير وهي متحور إيريس ومتحور إيبولا. بالنسبة للتوقعات الطبية، في عنا مشكلة المناخ، مشكلة الجليد والثلج ودرجات الحرارة. ماذا يحدث؟ في كثير من الفيروسات محبوسة في الجليد واللي قاعدة شوي شوي بتذوب. ليش؟ لأنه درجات الحرارة ارتفعت بكثير، الجفاف ارتفع بكثير، وفي مشاكل كثير بيئية. اكتشفوا أزيد من 25 عائلة من الفيروسات اللي بتوقع في المحبوسات في الجليد تقريبا أزيد من 2000 نوع من الفيروس. فقط 1% من هذه الفيروسات تقدر تصيب الإنسان. يعني إحنا قاعدين بنتحول من الحيوانات اللي بتصيب الإنسان إلى الفيروسات اللي بتيجي من ذوبان الجليد. ليش؟ لأنه شافوا كثير من السكان اللي بالقرب من المياه اللي ذابت صار عندهم نسبة الإصابة أزيد. عشان هيك هذه من سبب من الأسباب اللي إحنا بنتوقع ظهور فيروسات جديدة. بس إنها خطيرة، إنها بتسبب وباء، ولا واحد في العالم ولا منظمة الصحة العالمية بتقدر تتوقعه. مهم إن إحنا نبدأ ونستمر بالوقاية. طيب دكتور، بالنسبة للقاحات دكتور، يعني فضلت. يعني مثل هذا التصريح هو تصريح مقلق الحقيقة، وهي بتتكلم على أنه الفيروس فيروس أكس قادم وأنه فيروس خطير وما إلى ذلك. يعني إيه الأدلة اللي على أساسها تحدثت هذه الطبيبة وأدلت بهذا التصريح؟ وهل يعني إن كان فيروس أكس زي ما حضرتك بتقول إن محدش يقدر يحدد مدى خطورته، لكن هل برضو في نفس السياق هل الدول تقدر تاخد احتياطاتها عشان ما نعيدش السيناريو مرة أخرى، سيناريو كورونا؟ نعم، السؤال مهم والجواب. أولا إنه هذه فيش أدلة طبية مثق فيها لتصريح من هذا النوع. ثانيا بالنسبة للخبرة الإيجابية والسلبية اللي كانت في فترة الوباء ونستمر فيها، لازم نتعلم منها. بالنسبة للتوقعات، فيش أي دليل إنه الدكتورة عندها أخبار أكيدة إنه سوف يكون وباء أخطر. بالنسبة للأشياء المهمة، إحنا لازم نتعلم بالنسبة لكل الأشياء الإيجابية. أولاً الوقاية، بالنسبة للنظافة، بالنسبة للقاحات، اللقاحات مهمة، أثبت في العالم إعلاميا وعالميا إنه اللقاحات بتسبب مقاومة للفيروس وأعراض الخطيرة للفيروس، وبتسبب تراجع كبير لدخول إلى المستشفيات. عشان هيك إحنا بحاجة للقاحات مرة في السنة، لقاح اللي يكون قوي ضد الإنفلونزا وضد
الفيروسات هاي، بس لازم يخضع لقاح قوي لكل آخر المتحورات. احنا مش بحاجة لفيروس، للقاح اللي يقاوم المتحورات تاعت قبل سنتين او السنة اللي فاتت. لازم يخضع قوي ضد المتحورات ايرس وايبولا والطفرات. المشكلة هنا الكبيرة في علم الفيروس انه الطفرات، واذا في طفرة اللي تجعل الفيروس خطير بالنسبة للانتشار، بالنسبة لقوة الأعراض، بالنسبة للدخول إلى الخلية، بالنسبة للهروب من اللقاحات، في هذه الحالة لازم نتوقع فيروس اللي بيقدر يسبب وباء، اللي عنده هذول أربع صفات. بس عالميا وإعلاميا وطبيا وصحيا فيش عند أي دكتور أو منظمة القدرة أنه يقول سوف يكون فيروس أخطر من السابق، أو يكون فيروس اللي بقتل ملايين من الأشخاص. حسب رأيي إعلان إعلامي غير صحيح. يعني نسأل الله السلامة يا دكتور. بنشكرك جزيل الشكر دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية. بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على هذه المعلومات.